الذين أدوا عمرة هل يصح لهم أن يخرجوا إلى التنعيم لعمرة ثانية وثالثة لهم أو لأحد من أقربائهم من الأحياء والأموات؟ يجوز هذا، يجوز تكرار العمرة، ولكن البقاء في المسجد الحرام أفضل من العمرة، وأنهم يبقون في المسجد الحرام يطوفون ويصلون، والصلاة الفريضة عن 100,000 صلاة، فكونهم يبقون المسجد الحرام يتعبدون أفضل من خروجهم لأداء عمرة ثانية. نعم.